Vesuvio. Where is it? ليشنو يا باشمهندس؟ هذا المطعم ده طبعا نعسى في اليود وسينيا وبناخذ وجبه الغداء ومعنا اخونا مصعب ماسك الكاميرا طبعا واحد يصور لنا اليود وسينيا بالنهار في وقت الغداء شكله كيف طبعا بالليل بيكون مشحون جدا جدا في ناس كثيرين خالص خالص هسه هو يدينا جوله كده على التصوير في اليوم الو طبعا مشهور جدا مش كده؟ اي محل مشهور جدا علينا بنمشي زي بيرتادو السياح وزي ما شايفوا زحمه شديده جدا بالنهار وبالليل بالليل ما بتبدا كرسي كم واحد يستنى بيت من ياك انا مطلع يو هاف تو بوك يعني بالليل لازم يكون عندك تعمل بوكينج عشان تقدر تجي تقعد في زي ما شايفوا خالد كله بيوت كل دول العالم والان طبعا السيوة مسحومه جدا جدا حتى نحن بصعوبة حتى لقينا في الهوتيل زامن ده لقينا غرف هوتيل طبعا جميل جدا جدا ونظيف خالص خالص نعمل جولة عسى تعمل جولة كده تصور القهوة دي كده حبشة رسمي 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 حبشة رسمي